انتباه روميو بينما أستخدم قوتي لأهتم بأمر الساعة. أيها القط، إن تأذت البومة ستكون مهمتك هي إلهاء روميو. حسناً، لكنك ما زلت تتحرك ببطء، كيف ستصل إلى الساعة؟ لا عليك، لن يشتت أي شيء انتباهي. أنت مجدداً؟ حان الوقت لأبطئ حركتك أيتها البومة. سنرى ما الذي ستفعله. أجل، لن يشتت شيء انتباهي. كد أن تصيبني سيدي. توقف عن التذمر وساعدني بالإمساك بها. هيا أسرع قليلا. لا يمكنك الإمساك بي. أمسكتني فعلا. أمسك بالبطء. يقتربون. لا حول. لابد أن طائرة البوم المعطلة موجودة داخل المقر الرئيس، بينما يشعر المقنعون بالدوران لنسحب مبنى المقر الرئيس ونحطم طائرة البوم كلياً. مذهلاً، لكن الآن علينا إيقاف نينجا الليل، وأنت الوحيدة القادرة على طيران. أثبتي ذلك للتو. محق، ربما تغلب علي سابقاً، لكن سأريه الآن معنى الطيران الحقيقي. حان وقت البطولة. أجل. علي التفكير بسرعة، إنهم عالقون بالمقر، مما يعني اسحبوا اسحبوا. أجل، البدا القط اتبعني. استعد، هيا انطلق. مستعدون؟ اسحبوا. وأخيراً أتيتم لتشهدوا انهيار برجكم الصغير. لن يحدث هذا أبداً. أيها الفتى القط، استعد للطيران واتبعني. حين أقول هبوط، ادفع الذراع للأمام بقوة. هبوط. أمسكوا بهم. للأعلى من فوقهم. والآن بقوة لليمين. نينجا، أمسكوا بهم. واحدة للزاحف وقفزة كبيرة للزاحف العملاق. سيكون هذا الاستعراض ملكا لي. سنسرق الطوافات لأصبح ملكة الاستعراض. اهتفوا للونا الرائعة. ما الذي يحدث؟ سأوصلكما إلى حلبة الاستعراض بسرعة. ماذا؟ دخول رائع أيها المقنعون. ما هذا؟ إنه الزاحف العملاق، وهو هنا لمنعك من أخذ الطوافات، وبالأخص طوافة الزاحف، إنها المفضلة عندي. مستحيل، حالما أحصل عليها كلها سأنقل استعراض لونا إلى الطريق العام لأوقظ الجميع. هجوم. أنت عديمة النفع هذه الأيام. لوحة لونا. عثث، احضري باقي الطوافات واتبعيني. هيا ارفعيها، لا تقحمي قرون الاستشعار فيها.
لن ندعها توقظ الجميع ليروها. اطمئنا، لدي خطة. مهلا. وأنا كذلك، وهي كبيرة. ما الذي تفعله؟ سأكبر حجم هذا الصندوق. إن نجحت في جعله أكبر حجما سيكون مناسبا لاحتجاز لونا وعثثها. لا! أجل! قم بتقليصها فورا. لا تقلقا، سأصلح ذلك لاحقا. علي تكبير حجم صندوق النفايات أكثر. احترسا! المقنع الضخم اقترف خطأ كبير. غامض! لا أستطيع، ثمة الكثير من الروبوتات، لكن ربما إن كان هناك المزيد من المقنعين. يا إلهي، لا أصدق عيني، أصبحوا أربعة. أجل، لدي خطة وأنتم جزء أساسي منها. هيا، سوف ندحرج تلك الروبوتات. انتهى أمرك. ليس بهذه السرعة، يبدو أن نسخك لديها خططها الخاصة. ماذا تفعلون؟ دعوا الروبوتات. لدي فكرة أفضل، سأدحرج هذا الروبوت ليصاب بدوار. سأتسابق بهذا الروبوت حول المدينة. أنا سأدحرج الروبوت خاصتي لأطول فترة ممكنة. إلى اللقاء. احترسوا. هذا مؤلم. روبوتات، علقيهم في الهواء. علينا استعادة الجهاز، سنتبع خطتنا الآن؟ دعاني أحاول للمرة الأخيرة، لدي فكرة أفضل، ومع كل هذه القطط لن نفشل. سنستخدم هذه الجذوع لاحتجاز روميو. لكن كيف سنستعيد الجهاز؟ سأفسر الأمر لاحقاً، بسرعة. إلى ذلك الروبوت. مهلا، توقفوا، نحتاج تلك الجذوع. نحتاج إليها. توقفوا، التزموا بالخطة رجاء. لنتبع خططي. ما الخطة؟ أنا قادم، أنا على وشك الطيران. زاحف، ماذا تفعل؟ ها؟ تحاول الطيران، ها؟ حسنا، سأساعدك. ها، لم تصبني، وقد أصبت جناحي. يمكنني الطيران. لكن لا أطير بالاتجاه الذي أريد. هاي، ساعداني. هيا أيتها البومة. زاحف، أصمد، أنا قادمة. شكرا بومة. لا مشكلة، الطيران ليس الحل الوحيد. لما لم تستخدم خاصية التخفي؟ خاصية التخفي؟ حقا؟ هناك دائما طريقة أخرى للحل. ماذا حدث؟ أصبتك أيتها البومة، هذا ما حدث. أخيراً تمكنت من النزول. لا يمكنني الوصول. استعملي مهارة الطيران للتفوق على مقاومة الجاذبية. لا يمكنني السيطرة، أنا خفيفة جداً. أسقطت واحداً، أم علي القول، رفعته، بقي اثنان. علينا أن نهزم روميو وننقذ البومة. سأطارده وأنت أنقذها. قفزة القط الخارقة. لكنني لا أملك القوة المناسبة. فكر يا زاحف، الطيران كالبومة لم ينجح، ربما القفز كالفتى القط ينجح. لكني أملك ساقي زاحف، لا يمكنني القفز كالقط. لكن سيارة القط تفعل. سأطير فوق البومة، سأفتح الباب وسأمسك بها. خطة رائعة، سأنطلق. خاصية القفز، أمسكي يدي. يمكنك الجري، لكن لا يمكنك الاختباء أيها المقنع. ماذا؟ كيف؟ هذا ليس مهما، سأصل إليكما بما أن الزاحف يمسك بك الآن. قفزة القط الخارقة.
أنت التالية. لا أيها القط، أنت التالي. أيها القط، أنا قادمة. مهلا، أنا قادم. ماذا؟ أين هي؟ لنركب طائرة البومة. لا، اختفت طائرة البومة أيضا، ومركبة الزاحف أيضا. كيف سنكون أبطالا من دون المركبات؟ سنستخدم الدراجات. دراجات؟ سنحاول، أنت بارع في قيادتها. دراجتي ملائمة لوقت النهار، لكن الأبطال بحاجة إلى مركبات خارقة. لنجرب ذلك حتى نعرف من سرق مركباتنا. هيا بنا. لا أصدق أننا سنكون أبطالا على دراجة. هيا، سيكون الأمر ممتعا. يهو، انظرا، سأستخدم قبضة الزاحف على دراجتي دون القلق حيال السقوط. حاولي بومة. حسنا، سأنطلق. واو، كان أروع هبوط أحظى به. هيا أيها القط، عليك أن تجرب قواك الخارقة على دراجتك، هذا رائع. أظن ذلك، لكنها ليست رائعة كسيارة القط. هيا بنا لنذهب إلى المتنزه. انظرا للجدار الغريب من السيارات، ويوجد صوت صادر من الداخل. حسنا، لنتفقد ذلك. ها هي سيارة القط. روميو، ماذا تنوي أن تفعل؟ كيف خشت مركباتنا الخارقة؟ اهدئي، كنت أستخدم جهازي الكهرومغناطيسي الرائع للحصول على بعض السيارات، إلا أنه سحب مركباتكم أيضاً. إنها ليست لك ولا يمكنك أخذها. ألهذا أنت تركب دراجتك السخيفة؟ ماذا؟ من؟ أنا؟ مسكين. اسمع روميو، لا يمكنك سرقة السيارات، وبالطبع لن تحتفظ بمركباتنا الخارقة. لماذا تحتاج إلى مركباتنا الثلاث؟ لا أحتاجها، سأجربها وسأحتفظ بالأفضل. يمكنكم مستعادة الباقي بعد أن أسحقها بمغناطيسي. ماذا؟ ممتاز. ماذا؟ ما الذي حدث؟ حدث الزاحف. أنا أتأكد من أن الزاحف بخير. إذا ما الخطب؟ لا أدري، لم يعد بوسعي تسلق العمود. بالطبع لا يمكنك، فأنا من جعل يديك سريعتي الانزلاق. شعاع ما للتسبب بالخراقة؟ شعاع ما؟ بل شعاع الخراقة الأكثر عبقرية. لا، أصاب الزاحف. أجل، لا تريد الاعتراف بأنك مصاب، فقيادتك الخرقاء أخرجت الزاحف من سيارتك. أنا؟ أخرق؟ مستحيل، راقب حركاتي الدقيقة بينما أذهب لتعطيل الشعاع. سرعة القط الخارقة. انتظر. ربما لم يصبه الشعاع. الفتى القط. علينا حماية بومة من الشعاع، فهي الوحيدة التي لم يصبها بعد. وأنا أيضا، لنفعل ذلك. سأحول مسار الشعاع. سأساعدك. سيكون هذا سهلا علي لأنني طبيعي. الجميع بخير؟ أجل. ماذا؟ لا، أصبحت خرقاء أنت أيضا أيتها العصفورة. لقد جعلتك خرقاء مترنحة، لذا لن تتمكني من السير بخط مستقيم. أنا عاجزة عن الطيران والتوقف. هذه كارثة حقيقية، أنتما أخرقاني فعلا، كيف سأعيدكما كما كنتما؟ لما لا تعترف بأنك أيضا أخرق؟ لأنني لست كذلك، أنا رشيق كالقط. واو. جعلتكم جميعا خرقاء، العصفورة الخرقاء والزاحف الأخرق وقبلكما الفتى القط الأخرق. أتشعر بدوار روميو؟ كنت سأشعر بالدوار إن كنت أنظر إليك أيتها البومة، لكن لدي أمور أكثر أهمية للنظر إليها كآلة المذهلة. إنها جاهزة.
أولا البومة! أصبحت آلة التجميد جاهزة، بقيت آلة واحدة، تعال إلى سيدك أيها القطار الخارق. يبدو أنك من يدور الآن. سرعة القط الخارقة، أمسكت بك. عضلات الزاحف الخارقة. علينا أن نقوم بالحركة الآن، انتهى روميو تقريبا من تجهيز آلاته. سنشرحها مجددا. فهمتها لكنني لا أريد أن أنفذها. لماذا؟ لماذا لا تريدين تنفيذها إن كنت تعلمينها؟ ربما لا تعرف ماذا ستفعل. أهذا هو؟ تشعرين بالاستياء لأنك لم تنفذيها وتخشين من تنفيذها؟ كنت سأشعر بذلك لو كنت مكانك، لكن... مستحيل، يمكنني فعلها، إنها سهلة، لكن لما أفعلها وأنا أستطيع استخدام رياح البومة؟ هيا يا رياح البومة! أفضل صنع دوامة خاصة بي، لقد أصبح قطاري الخارق جاهزاً لفعل ذلك. ما خطبك بومة؟ هل تدورين مجدداً؟ أوه لا، ما هذا؟ لا يمكنني التوقف، سأستدير. قد ستفت الخارقة. عضلات الزاحف الخارقة. كان ذلك وشيكاً. ماذا عن روميو وآلته؟ إنها جاهزة. أجل، إنها تعمل على أكمل وجه، وبجهاز التحكم سأتحكم بها جميعاً. ستجمد آلتي الأشياء، وسيصدر روبوتي رائحة كريهة، وإن حاولتم إيقافه سيبطئ حركتكم. وبينما تهتمون بذلك، سألعب بقطاري. إلى اللقاء أيها المقنع. ألوان رائعة أيتها الفراشة. أيها يعجبك؟ هذا؟ أم هذا؟ هذا يستغرق وقتاً، نحتاج سرعة القط الخارقة. هاي، ما الذي حدث؟ أمسكتك. ماذا؟ كنت قاسيا جدا معها، أخرجها حالا، لا تجعلها بائسة. إنها أفضل طريقة لإعادتها، وهناك المزيد، انظرا. حسنا، لنحاول مساعدة الفراشات. هيا تعالي. أجل، هيا. هل تحبين الأحمر، الأخضر، الأزرق؟ أم جميعها؟ سرعة القط الخارقة، واحد، اثنان، ثلاثة. أجل، يا للروعة، أصبحت بارعاً. ماذا؟ ما بك، فلتكن رقيقاً، أنت تجعلها تعيس هكذا. لكنني أساعدها. الآن، أين لونا مع باقي الفراشات؟ انظرا، أليست هذه عثثها؟ طيري بعيداً، لم أعد بحاجة إليك. هيا يا صديقي، لننطلق. لقد أخفقت بما يكفي أيتها العثث التافهة. حان الوقت لأجرب الفراشات كأعوان لي. لن تذهبي إلى أي مكان أيتها الفراشات. ليس بهذه السرعة، المقنعون الصغار سيعيدون هذه الفراشات. حسناً أيتها العثث، لديك فرصة أخيرة، تخلصي من المقنعين الصغار. وقفي، ساعدي. إنها مشغولة الآن، أظن أنه لا يمكنك إيقاف لونا. بالطبع يمكنني، بمساعدة أعوان الجدر. أين تذهبين؟ نالي منه أيتها الفراشات، وإلا فستبقين عالقة بمغناطيس لونا للأبد. ليس كأنك تطلقين الأسود والنمور علي، الفتى القط سيمسك بالفراشات. وسيقع اللوم على المقنعين. هذا عبقري أكثر مما توقعت. لماذا توقفت؟ ربما هناك خلل ما في المحرك.
ذلك الصوت؟ صندوق الصوت خاصتي، احذروا أيها الصامتون الحمقى، كاد أن يتحطم. لا يمكنك الفوز روميو. ها؟ يا للهول، تتكلم بصوتي. ها؟ وأنا لا أتكلم بصوتي. كلا، تتكلمين بصوتي. ماذا؟ هذا لا يعقل، أتكلم بصوت ساحر. هكذا أفضل بكثير، أنتم جميعا حمقى. ها؟ أنا خلفك. في الواقع أنا هنا. كلا، أنا هنا. هنا 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 هنا. توقف. هنا 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 هنا. أنا هنا هنا. أي زر أضغط؟ أتكلم بصوتي مجددا وليس صوتك. هاي أخبرني ما خطب صوته. أنا استعدت صوتي. وأنا استعدت صوتي. أجل. أعيدوا لي صندوق الصوت خاصتي. صندوق الصوت. لا، أنا أفقد صوتي. أعتقد أنه لا مزيد من سرقة الأصوات يا روميو. لنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. ظننت أن إلقاء القصيدة أمامكم أمر صعب جداً. ظننت أنكم ستسخرون مني، لكن الأمر سهل، والآن انتهيت. أحسنت غريغ. صوتكما. لا، كنا نمزح. ولن هدف، فعلتها. لوحة لونا. لقد شفطت الكرة ذلك الطائر الغبي. النجدة. لقد أمسكت بعصفورة صغيرة. اغنطس لونا، الطائرة تخبط داخل الكرة. كان يجب أن أمررها له. تخبط في الكرة أيها العصفور الصغير. قفزة القط الخارقة. ماذا؟ على ما يرام الآن، أنت معنا. يا صديقي، أنا آسفة، أردت فقط أن تريا مدى براعتي. لكننا نعرف أنك بارعة بوما. ستكونين أكثر براعة إن مررت الكرة. محقان، إنها لعبة فريق ونحن فريق أيضا. حان وقت البطولة. أولا علينا أن نخرج البوما من كرة القمر هذه. توصينا ثقبها بشيء كبير ومدبب. هناك علم خارج المتحف. زاحف، تحرج الكرة. فتى القط سر أمامه وأرشده. أين هؤلاء المزعجون؟ من هنا إلى اليسار قليلاً. انتبه، عمود الإضاءة. ها. كرة القمر، عودي إلى هنا. لا. هاي، لماذا أصبحنا أبطأ؟ إنه مغناطيس الفتاة لونا، إنه قوي جداً. عرفت، علينا أن نتعاون كفريق. زاحف، استعمل عضلاتك. فتى القط، استعمل سرعتك. وأنا سأستعمل رياح جناح البومة. مرحى، أحسنتما يا صديقي. لونا، عليك بذلك الزاحف. ابعديها عني، لا أرى شيئاً. عسس، عليك بها. ابتعدي أيها الزاحف. ابتعدي عني أيتها السحابة. ليتني أتفادى المطر. اغناطيسي، اركض أيها الفتى القط. هيا أيها الفتى القط. نعم، الفتى القط يركض بسرعة الرياح معه. لا 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 لا. أنا قادمة سأساعدك. لوحة لونا، المزيد من السحر، المزيد من السحر.
بشأن جفافك. إن لم تردع لونا قبل الفجر ستجعل السماء ملبدة بالغيوم. آسف، أكره البلال، لكنك محقة، لن أخذلك مجددا. هيا بنا. قوة لونا، اجعلي السحابة أكبر حجما ورطوبة ودعيها تطارد الفتى القط. أحب مراقبته يهرب كقط صغير خائف. أستطيع فعلها، أستطيع فعلها. لا، لا أستطيع. لا تهرب، تلزمني مساعدتك لردع لونا. لا تقلق، إنه مجرد ردات. قوة لونا، عليك بها. أين أنت لونا؟ أزيلي هذا عني. حان الوقت لإطلاق قوى القط. سرعة القط الخارقة. عضلات الزاحف الخارقة. هذا ليس عدلاً أيضاً. قفزة القط الخارقة. هذه هي طريقة الفوز. كانت حركات الخارقة أفضل بالتأكيد. مستحيل، كانت حركاتي أروع بكثير. أنا الفائز. أنا الفائزة، حركات الخارقة الأفضل. فزت مجدداً. أنا الأفضل. أنا البومة الفائزة. زاحف، الفتى القط، الفتى القط. لا، أمسكت بهما. لو لم أحاول التغلب عليهما لكنا معاً الآن. هي، حان وقت البطولة. يفوز الفريق الأول. هل تريان؟ انظرا إليها وهي تحضر لي غنائمي. مخلوقات العثة بارعة، لكنني لا أعتقد أنها قوية كفاية لتحضر أكبر دمية كتلك الدمية العملاقة. ماذا؟ مهلا، سأجمعها معا لتحضرها لي. ماذا؟ لا، أيتها الغبية، اعملي معا، احضري لي دمية تيركس. اجتمعي معا. قادمة. كان وشيكا. شكرا بوما. العفو. آسف لتصرفي بلؤم معك. وأنا كذلك، تحمسنا كثيراً. إنه ذنبي، آسفة جداً لأنني حولت كل شيء إلى منافسة، لأنني أردت الفوز طوال الوقت. رجاء. ها؟ ما يبدو أنه أحبك. لا، ابتعد، ابتعد. تعال، يجب أن تذهب الآن. توقف، لا نلعب المطاردة. أتعلم؟ أعتقد أنه يريد أن يمرح معك. أجل، لما سيلعب معك إن كان يخطط لشيء؟ يلعب؟ انظري إلى هذه الفوضى، إنها كارثة. أنت من تسبب بمعظمها. لا، هيا الآن اذهب. أيها الفتى القط، إنه خائف، لا يمكنك طرده. علينا هذا، وجوده هنا يعني أن نينجا الليل سيفعل شيئا، علينا أن نبحث عنه. إلى طائرة البومة.
ليل، النظرة الثاقبة. لا أرى شيئاً، وماذا عنك أنت؟ لا، لا أرى شيئاً أيضاً. ها؟ أنت؟ لقد جاء معنا. لا يفترض أن تكون هنا. متأكدة أنه يريد أن نساعده. لا، إن أردت الحفاظ على سلامتنا يجب أن أخرجك. الجو بارد وأنا عاجز عن الحركة، أخرجني من هنا روميو. بوما، أظنني قادر على إيقاف روميو، انظري. ليس الآن، عد. الفتى القط، ماذا نفعل؟ لا تقلقا بشأني، روميو يهرب، أوقفاه. يمكنكم مجاراتي أيها المقنعون الصغار؟ قد نكون أبطالاً خارقين، لكن فتى القط عبارة عن مكعب من الجليد. علينا أن نجد خطة وبسرعة. هذا ما أحاول قوله. أنا هاي، عرفت ما الحل، لكن أحتاج إليك. لكن مع خطتي. حسناً، ماذا أفعل؟ يا جناحي، جيد، حسناً، سأربط الحبل بالمختبر ثم ستستخدم قوتك لإيقافه. أجل، لكن ثم سنسيطر على آلة الجليد. انطلق، هيا. هيل، أتظن أنك ستتغلب على عبقري مثلي أيها الأحمق؟ هيا، لا أملك قوة خارقة. صاحب، أين أنت؟ البومة في مأزق. هجم الريش المتجمد. مكعبا ثلج صغيران وسط الشارع، مكعبا ثلج صغيران باردان جدا. زاحف، لدي خطة. مهلاً، خطتي أفضل. يجب أن تنتهي هذه المهزلة، علي الالتزام بخطتي.